قبل ما نطلع جو كنت افكر اول كلمه راح اقولها من نطلع عليكم برنامج شي من كل شي. اول كلمه اقولها للجمهور شنو يا ترى؟ احيي تحيه معتاده مثل كل يوم، نقول مساءنا خير ومساءنا عافيه. لو احيي الجمهور الوفي اللي يحضر معانا الليله وكل ليله، لو كالعاده امسي على كريمان وضيوفي. فكرت بكل هذا وقلت لا، حتى عن نفسي ما اتكلم ولا اطلب تحيه للبرنامج ولا اخليهم يصفقون. اليوم اللي لعبوا الدور الحقيقي بحياتنا وبتاريخ العراق هم ابطال جيشنا والحشد الشعبي، هم قواتنا الامنيه اللي رجعوا الفلوجه الى حضن الوطن من بعد غيبه طويله. اشتقنا لك يا فلوجه، واشتقنا لبطولات جيشنا البطل وغيره الحشد الشعبي. فالتحيه الكبرى والصفقه اللي اريدها منكم اليوم يا جمهورنا مهداه جيشنا والحشد الشعبي. الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة يا أجمل بلد، الحمد لله على السلامة يا أطيب شعب، تستاهلوا كتير. مش بس الفلوجة، العراق كلها إن شاء الله حرة قوية بشعبها وبإيمان ولادها وبإيمان الحشد الشعبي والجيش العراقي. وهقرأ لكم، مش هطول عليكم، قناة المدى بتقول لكل الشعب العراقي ألف مبروك، ألف مبروك رجوع الفلوجة، وإن شاء الله البقية تأتي. وبالمناسبة دي، وبمناسبة تحرير مدينة الفلوجة العزيزة، تتقدم إدارة المدى وإدارة جالاكسي شيف وكل الرعاة اللي معانا وإنفينيتي وكل الرعاة باسم البرنامج بتاعنا وباسم الشعب كله آيات التهنئة والمباركات لقواتنا المسلحة العراقية الباسلة والحشد الشعبي المقدس، متمنيين من البري عز وجل أن يكون عام انتصارات وتحرير جميعا. أهلا بمدينتنا العزيزة. نعم، جميعا ضد الإرهاب، ضد أسطورة فزاعة ملهاش أي لازمة غير أن انتوا زي ما قلت وبقول في مصر، مصر مقبرة الغزاة، العراق أكبر مقبرة لأي غازي يفكر ياخد شبر من العراق. كل سنة وانتم طيبين. تحية، تحية لكل الستات اللي شايفة عيونهم مدمعة لفرحتهم بانتصاراتنا، وطول ما في الأمهات اللي عينها بتدمع وبتفرح فدايما ما تخافوش، العراق بخير بإذن الله. أعزائي المشاهدين، إن شاء الله اليوم يكون كله ربح، مو فقط جيشنا يربح، جمهورنا ايضا يربح سواء اللي ويانا او داخل المنازل. ما ننسى اليوم جمعه، ومثل ما عودناكم برنامج شي من كل شي يوم الجمعه هو يوم الربح والجوائز الاستثنائيه. بدايه خلينا نبتدي بسؤال الجائزه الكبرى اللي راح يربح بها، يربح جائزه كبرى نهايه شهر رمضان المبارك. سؤالنا يقول: متحف اللوفر وين يقع؟ متحف اللوفر اين يقع؟ متحف اللوفر، والخيارات هي كالتالي: لندن، باريس، برلين ام روما؟ فصلوا الاجابه الصحيحه وابعثوها على شكل اس ام اس على ارقام الهواتف الظاهره بالشاشه. هاي الكم اللي تتابعونا من خلال التلفزيون، واللي معانا اليوم حاضر يقدر يشارك ويبعث الاجابه الصحيحه. اجابه السؤال هتبعتوها عبر الاس ام اس على زين العراق 3758 واسيا سال 2590. اجابه السؤال كمان معانا سؤال على الفيسبوك، هتخشوا على صفحه المدى وتجاوب السؤال وهتربحوا سفره لاوروبا شاملة التأشيرة والسفر والإقامة. اللي هيبعت لنا الإجابات هنعمل قرعة، وإن شاء الله أنا عاوز أفوز أنا بالقرعة دي، هجنن، أنا عاوز أفوز أنا. كل سنة وأنتم طيبين، رمضان كريم، وزي ما بقول في مصر حلو يا حلو، تعلمت كمان هنا يا شعب مصر، مدينة يا مدينة. هرجع لكم بالفانوس ونقول مدينة يا مدينة، وحلو تبادل الثقافات ده، وأنا فرحانة قوي ان انا وسط الفرحه بالانتصارات دي. الحمد لله انا وشي خير عليكم. هنرحب بالضيوف.
رحب بالتاكيد بالاعلامي الكبير زميلنا الاستاذ كريم حمادي. مساء الخير استاذ كريم. كل عام وانت بالف خير، وما بقى للصباح الا شويه، وايضا اقول لك صباح الخير. انا متعلم على البرنامج الصباحي، لذلك اتمنى اقول صباح الخير كل الصبح. كل الصبح عندي. شكرا لك، كل عام وانت بخير والعراقيين كلهم بخير. مبارك، هذا يوم عظيم، يوم استثنائي، يوم تحرير الفلوجه. دواعش رادوا يخلوها رمزيه لهم هاي الفلوجه، انه خلاص وجود داعش مرتبط بوجود قضاء اسمه الفلوجه تحت سيطرتهم. الان انتقلت الرمزيه للعراق، انتهاء او خروج وطرد داعش من الفلوجه، خلاص هو كسرنا هاي الخرافه، نهينا هذا الوهم. مساله وقت لا اكثر. مبارك للجميع، كل القوات اللي شاركت. سمعت قبل قليل احد الاخوان الحاضرين يقول لك الداخليه، نعم الشرطه الاتحاديه كان لها دور رائع عظيم هائل، يعني الفرقه الذهبيه الحشد الجيش العراقي اليوم ادوا اداء، ولو كان اكو فرصه انه يعني هذه تتوضح وتتفصل شلون صارت المعركه، خصوصا اليوم الساعات من الساعه 4 الفجر لحد قبل ساعات قليله، والله لكان العراقيين يعني ما يتركون الشوارع من الفرح على اداء ولدهم وابنائهم البطولي الرائع واللي جابوا به الفلوجه. نعم، ايضا نرحب اعزائنا المشاهدين بوصيفه ملكه جمال العراق سوزان سليماني. مساء الخير سوزان. مساء النور، اهلا وسهلا. رمضان كريم، كل عام وانت بالف خير. تسلم، رمضان كريم على الجميع يا رب، وان شاء الله يعود بالامن والسلام على العراق جميعا. طبعا تحية إلى الحشد الشعبي وجيشنا الكريم، اليوم طبعا أدوا فشي كلش عظيم بالنسبة لنا. اليوم باعتبار مو بس الفلوجة أنه تحررت، اليوم العراق كله تحرر، وإن شاء الله بعد بإذن الله أن يكون البوصلة هم تتحرر. طبعا تحية لهم كلش عظيم. مرسي يا سوزان وأستاذ كريم، منورنا النهاردة، وده إعلامي مش إعلامي سهل خالص، وعرفت أنه هو إعلامي مخضرم. بس هنرجع الأول للسؤال الحلقة والأرقام مع حيدر، تفضل. ارقام الهواتف اعزائنا المشاهدين اللي راح تجاوبون من خلالها على سؤال الحلقه، راح اذكر الارقام ومن بعدها اذكر لكم السؤال. زين العراق 37 58، اسيا سيال 25 90. وسؤالنا لهي الحلقه يقول: متحف اللوفر، اين يقع متحف اللوفر؟ هل يقع في لندن ام في باريس ام في برلين ام في روما؟ الاجابه الصحيحه توصلوا لها وابعثوها على الارقام اللي ذكرتها واللي تظهر امامكم على الشاشه، وان شاء الله تفوزون معنا بجائزه كبرى تقدم نهايه المباراه ان شاء الله. وكمان معنا رعاه مميزين جدا متفاعلين معنا كل يوم، معنا انفينيتي الكترونيك، وهي بتقدم لنا الجوائز الكهربائيه اليابانيه وضمان مدى الحياه. كمان معانا فندق جراند كريستال عشتار، وبيقدم وجبه فطور لشخصين. معانا جالاكسي شيف، وبيقدم وجبة سحور برضو لشخصين. معانا زهرة القنديل، بتقدم لنا سفرات، وكمان قصر الروان ومون لاين. أيضا مون لاين كمان معانا، كانت موجودة امبارح، والنهاردة معانا قصر الروان. كل يوم هيبقى معانا سفرة، وزهرة القنديل معانا غدا إن شاء الله برضو هتقدم لنا سفرة. كمان قناة المدى بتقدم لنا كوبونات للمحلات داخل المول بثمن 50,000 دينار عراقي. مرسي جدا لبيت الازياء زهراء الربيعي ازور فاشون، واللي ملبسني النهارده ركن الخليج واميره الخليج وفاشونيتا من مصر، وايمان النشرتي. مرسي كمان لشركه فراس دي جي للاناره الليزريه والهندسه الصوتيه. مرسي كمان لوزاره الثقافه والمسرح الوطني اللي دايما مدعمنا، ومول المنصور وامن المنصور. انا فرحانه جدا ان كتير قوي مدعمنا، وكتير سبونسرز بيخش عشان يفرحوا الشعب اللي يستاهل الفرحه. كل سنه وانت طيب يا استاذ كريم. وقالوا لي ان انت اعلامي سياسي ودايما بتقابل شخصيات مهمه وبتحاورهم، فالمود البرنامج بتاعنا هو الجانب الانساني اكتر منه فنان او اعلامي. رمضان مختلف، انا عاوز اعرف رمضان في طفولتك وانت لسه صغنن طفل كده مختلف عن دلوقتي؟ يعني لسه محافظ على العوايد والتقاليد، ولا مع الشغل ومع السوشيال ميديا الموضوع اختلف؟ يعني اكيد رمضان يختلف. يعني رمضان اعتقد قبل مثلا في 30 سنه 40 سنه غير رمضان هسه. سابقا ما كان اكو هاي
يعني الناس هاي الحركه وهذا يعني الاريحيه ومطاعم وكذا وهذه الاشياء معظمها كنا نقضيها بالبيت يعني غالبا بالبيت يعني. يعني العوايد والتقاليد بتاعه زمان لسه في البيوت موجوده لغايه دلوقتي ولا شويه قلت؟ هي موجوده بس يعني قلت الى حد ما، لانه يعني معظمنا التهب الشغل، معظمنا طلع عن بيته واهله وكل واحد صار في مكان مختلف. يا دوب يعني زين اذا يعني عائلتي زوجتي واطفالي يفرحون اذا لحق عليهم على الفطور وياهم يعني افطر وياهم. يعني دلوقتي يعني المدام بتتفرج علينا وشايفانا ومتابعة الحلقة؟ يعني خليتهم قدامي يروحون يتسوقون بالمول. ايوه وطلعتهم قدامي فرصة. يعني هم موجودين النهارده معانا، موجودين يتسوقون. تحياتنا ليهم، كل سنة وهم طيبين. وعاوز اسألك مين أول إنسان بتقول له وهو باتشر المفروض أول يوم رمضان وتقول له كل سنة وأنت طيب رمضان كريم زي ما احنا بنعمل كده يعني، مين؟ يعني أكيد الوالد والوالدة الله يحفظهم، يعني ربنا يخليهم أول ناس يعني أسلم عليهم في كل شيء، بالعيد برمضان في أي شيء، يعني هم خيمتنا والله يحفظهم دائما. وبعدين زوجتي وأطفالي، أطفالي هم يجون قاعدون منهم يجرجرون يعني ان شاء الله. امسية جميلة بالتأكيد راح تكون معاكم، وبعد قليل ايضا راح ينضم لنا الفنان حسام فريد نجم برنامج ذا فويس وممثل العراق بهذا البرنامج، وبالتأكيد الامسية راح تحلو اكثر مع ضيوفنا. سوزان، انت وصيفة ملكة جمال العراق. نعم. اللقب شنو اضاف لك؟ اللقب كان اوكي، كان كنت متحمسة اليه، كان في شيء حلو. تدري احنا العراق مو مثل باقي بلدان العالم، يمكن اكو قليل الدعم بالنسبه لهاي الامور. لا. بس نقول الطريق بعد مشوارنا طويل، حنشوف اشياء حلوه. احنا من حصلت هذا اللقب مو بس انه اني اريد احصل نفسي، لا بالعكس انا اريد هذا الشيء حتى اساعد الفئه الفقيره من مجتمعنا، انه اقدم في الشيء لو ازرع الابتسامه على وجوههم اكيد حيكون من خلال الدعم. بس مثل ما قلت دعمنا قليل، بس يكون ستيب ستيب حنوصل هذا الشيء. سوزان قبل اللقب اختلفت عن سوزان بعد اللقب؟ لا بالعكس، سوزان مثل ما هي. سؤال صغنن كده على الماشي. تفضلي. انت لقبتي بوصيفه ملكه الجمال. نعم. هتقفي على اللقب ده ولا هتبتدي تركزي بقى في ملكة جمال العرب والحاجات هتعلي هتفكري تعلي ده؟ اكيد انا هسه كانت من وقت المسابقة باشتراك ملكة جمال العرب اللي حقام مصر ان شاء الله بعد كم شهر، وان شاء الله نشوف. يعني انت داخلة عندنا ملكة جمال العرب. هزوركم. انت هتيجي تنوري الدنيا. سلامي حبيبتي. جمالك مختلف. سلامي. ودايما بيختاروا ملكات الجمال والوصفاء. نعم. مش الجمال الشكل بس، الشكل خارج. كمان الثقافة والحضور والروح والطيبة والتعامل. لا، مع الناس. وكمان يكون اكتيفيتي انها تقدر تمثل، هي سفيرة طبعاً. سفيرة بتتكلم عن بنات جيلها للعراق. ايه القضية اللي انت بتحمليها من خلال اللقب ده؟ انا عن طريق لقبي انه اريد انه مثل ما قلت لك اوصل انه صوت الناس، صوت الفئة الفقيرة، انه احنا نساعد، خلي كل بيناتنا احنا نساعد حتى نقدم في شيء بسيط لمجتمعنا. يعني مثلا اذا انا اساعد وانت تساعدين حتكون الكل يقوم يساعد بيناتنا. لازم نكون لازم نوصل انه العراق بعده بلد حضاري. صح. كل شيء موجود، مو بس انه يعني البناء وغير ملكات الجمال وغير ملكات الجمال، بعد العراق حاضر علي. طبعا برافو عليك. طبعا مشاهدينا وجمهورنا اللي يحب السفرات، اكو جائزة رحلة سياحية كاملة من التيكيت إلى تأشيرة الفيزا إلى الحجز الفندقي، تروحون لأوروبا لمدة أسبوع. أنا عمالة أحل والله، عاوز أروح أوروبا أعمل شوبينج يا جماعة. اللي يقدر يجاوب بشكل صحيح على السؤال البرنامجي اللي موجود على صفحة قناة المدى الفضائية على موقع الفيسبوك راح يكسب جائزة سفرة كاملة مدفوعة التكاليف والأجور إلى أوروبا. سؤال هذا الأسبوع اللي راح تلقوه على صفحة المدى بالفيسبوك يقول: منو أدى الدور الرئيسي، دور الشخصية الرئيسية تحت موس الحلاق؟ اختاروا اسم الفنان وكتبوا اسم الفنان وإن شاء الله تربحون معانا. منو أدى الدور الرئيسي بالمسلسل العراقي الكوميدي تحت موس الحلاق؟ هذا هو سؤال البرنامج على صفحة المدى بموقع على الفيسبوك. أستاذ كريم، أحيانا ها تريد الصوت؟ لا، هي دولة أوروبية مفاجئة. لا استاذ كريم، احيانا الانسان يكون يعشق مهنه معينه يأهل نفسه لها من خلال العمل او الدراسه، فبالتالي مثلا يختار الاعلام، او احيانا تلقي المهنه او العمل عن طريق الصدفه او لظرف او لاخر هو يختار الانسان، من بعدها الانسان يتعرف على مداخل هذا العمل ويعشقه ويمتهن الاعلام.
الاعلام. اختار كريم حمادي لو كريم حمادي اختار الاعلام؟ يعني ممكن الاثنين تقدر تقول. يعني اساسا نعم آه قبل كنا نشوف، كنت اشوف بالجرايد والتلفزيون كان يعجبني، ما كنت اعرفه المخرج هو هذا او المكسر مان اللي يقول عنه، شوف هذا الدقم والهذا عاجبني هاي الشغله. بالصدفه صار صديقي بالعظميه، كان عندي شغل بالعظميه، محل مفتح بالعظميه، صديقي صار وكان مخرج بالاذاعه اساسا. نعم عادل غازي السامرائي، يعني كل عام هو بخير، رجل محترم وكيس يعني. ف اثناء الحديث صرت بالاذاعه ومشى الحال، يعني لانه سالته كان هو مخرج بالاذاعه. نعم. فاخذني. وبوقتها كانت امل المدرس وغازي فيصل. نعم. الله يذكرهم بالخير ايضا، كانوا موجودين، فعلى اساس انا اروح اصير مخرج، يعني مخرج اذاعي، يعني هيك كان عاجبني يعني. فبعدين دحت وياهم وين تريد وكذا، وقلت لهم هيك وهذا عجبني هاي الدقم والهذا، قالوا لا تعال انت شو صوتك زين، بالله اقرا لنا هاي، قرات لهم هاك هذا اقرا لي، قالوا روح اقرا هاي في ثلاث ايام وارجع لنا. رحت ورا ثلاث ايام رجعت، قالوا اتصلت مذيع خلاص يعني. فصارت هيجي، وبعدين بقينا نقرا ونشتغل وكذا وندور ونبحث الى ان صرنا شوي ونلقى. يعني انتم الاثنين اخترتوا بعض، الاعلام اختار استاذ كريم واستاذ كريم اختار الاعلام. ايه. طيب احنا عاوزين الجمهور نديله جايزه. اي. وزي ما اوروبا. ايه؟ مال اوروبا، سفرة اوروبا خطيره خالص. يلا نربح. سفرات ثانيه. يلا نربح مع بعض في اول سؤال لينا. وهنبدأ بمين؟ مين عاوز يشارك معانا؟ انت عاوز تشارك معانا؟ مين؟ ها مين؟ مين؟ بس حد ما تطلعش تطلعي معانا؟ ها يلا اتفضلي تعالي، يلا تعالي. وأول متسابقة معانا، اتفضلي معايا هنا تعالي. ازيك؟ الحمد لله. اخبارك؟ الحمد لله بخير. بخير؟ اكيد. مايك تعالي قربي عليا. اكيد انت متابعه حاجات كده لطيفه في كل حته، انت عينيكي حلوه ما شاء الله، يعني معاكي سنه بس هي حلوه بجد. بقول لك، اين تجري احداث ملحمه كلامش جلجامش؟ اكتبوا لي عراقي، ما بعرفش اقرا انا جلجامش، هي مكتوبه الحرف مختلف. جلجامش، هل في، هديك اختيارات، سوريا، مصر، يا مصر ما عندهاش جلجامش دي خالص يعني، ولا في العراق، ولا في روسيا؟ ثواني بس نديها فرصتها. هقول لك تاني، اين تجري احداث ملحمه جلجامش؟ العراق. استنى شوية، هل هي في سوريا أم في مصر؟ أنا أستبعد لك مصر، ما عندناش جلجامش دي، يعني قصرت لك شوية. هل في العراق ولا في روسيا؟ بالعراق. أنا مش سامعاكي. بالعراق. بالعراق؟ نعم. مش بروسيا يعني؟ روسيا فيها خرشو. تاريخنا. إيه؟ موجودة بالتاريخ مالتنا. بالتاريخ؟ أنت في سنة كام؟ كلية؟ نعم. إيه الأخبار؟ صح ولا لأ؟ ايه رايكم بالعراق ببابل كمان؟ ما شاء الله عليكي، ايه الثقافه دي؟ يلا هتفوز معانا وسافولها. فازت معانا من انفينيتي الكترونيك، حلوه الزغروبة بتعجبني، كل يوم الزغروطه الجامده دي. فين؟ ادي الجائزه بتاعتك اهي، الف مبروك 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 مبروك. شكرا، ميرسي يا حبيبتي. ثواني، انفينيتي العضو والمنتدى بتاعها هيقول لكم حاجه، ركزوا فيها لان فيها جايزه كبيره جدا. اتفضل يا صدار. السلام عليكم. السلام. اسم شركه انفينيتي دليل القدره الهندسيه، راح اوزع بطايق اليوم على جميع. هاي البطاقه سحب السبلت كانتوري، اللي يحصل عليها يفوز بالرقم المحدد بالبطاقه. شكرا. يعني هنوزع بطايق فيها رقم، احتفظوا بيها، هنعمل قرعه واللي هيكسب معانا الجهاز السيبلت الكونتوري، وهو ثمنه 1200 دولار. دلوقتي اوعى تغير المحطه اعزائي المشاهدين، انتوا معانا على المدى متميزين جدا، ربحانين عندنا هنا في مول المنصور وعبر الشاشه من الاسئله والفيسبوك. اوعى تغير المحطه، فاصل وهنرجع لكم تاني. فاصل. على المدى لاقينا، كنت لك خلينا
قلبك احجينا كلمة عالمدى. إذن أعزائي المشاهدين، اليوم الجمهور جدا متحمس مع الجائزة الكبرى لشركة إنفينيتي إلكترونيكس، وهي جهاز تبريد سبلت 3 طن بقيمة 1200 دولار ياباني المنشأ بضمان مفتوح. يعني الكل تريد كوبونات، أولهم المصور حيدر رفيق اللي ماخذ هسه كاميرتي تركني تقرير على هوا مباشرة. فراس مخرجنا الرائع حيدر رفيق تارك الكاميرا ورايح دا يجيب كوبون. هو عمل هو كله مركز هو كله مركز في الجوائز بتاعتنا وده شيء حلو. لا والله طلع امور معك. لا بالتاكيد احنا معك. سؤال الحلقه، سؤال الحلقه مع حيدر يقول: متحف اللوفر من المتاحف الشهيره بالعالم، اين يقع هذا المتحف؟ هل يقع في لندن ام في باريس ام في روما ام في برلين؟ توصلوا الى الاجابه الصحيحه وابعثوها على اس ام اس على ارقام الهواتف اللي ظاهره على الشاشه واللي راح تذكرها كريمان حاليا. زين العراق 37 58 وآسيا سيل 25 90. كمان معانا رعاه بيقدموا لنا جوائز وسفرات وحاجات لطيفه جدا. ومعانا اول حاجه انفينيتي الكترونيك بتقدم اجهزه كهربائيه يابانيه بضمان مفتوح مدى الحياه. وكمان مقدم لنا مفاجاه وهو تكييف سيبليك كونتور قيمته 1200 دولار. ومعانا كريستال عشتار، ومعانا جالاكسي شيف، ومعانا بيت الازياء ومول المنصور. معانا كتير سبونسر هوايه زي ما بتقولوا، وده دعم للجمهور ورسم الابتسامه والفرحه على قلوبكم. كل سنه وانتم طيبين وحلو يا حلو. معانا ضيف مهم جدا خطف قلب كل الجمهور بصوته من اول برنامج ذا فايس، وهو انا بقولها كده ذا فايس. اذا اعزائي المشاهدين غير كده نرحب بنجم برنامج ذا فايس الفنان حسام فريد. رمضان كريم حسام، كل عام. رمضان كريم، حياكم الله. اكيد اتشرف بالوجوه الطيبه الاعلاميين، حياكم الله، واكيد بالاساتذه اللي موجودين. اكيد تحيه حب وسلام وامان لكل من يشاهد هذه القناه الجميله، قناه المدى الفضائيه. طبعا انا اليوم كلش فرحان بوجود هذا الجمهور الجميل، جمهور العراقي، واكيد بالوجوه الجميله اللي موجوده بهذا البرنامج. شكرا لك يا حسام. حسام تعودنا عليك قبل برنامج ذا بويز، والجمهور يعرفك بصفتك اعلامي متميز ورائع. بعد ذا بويز اذا تذكر مباشره التقينا بالمدى برنامج صباحا غير، قلت اعتقد حان الوقت انه يعني اهتم واخصص جميع وقتي لغرض الفن والغناء. يعني تم هذا بمعنى اخر، حسام فريد ترك الاعلام ونسى نهائيا، وحاليا متوجه بكافه جهوده الى الغناء والطرب؟ لا، ماكو شيء، لان هو الاعلام شيء بحياتي والغناء شيء بحياتي، فما اقدر اعوفن اثنيناتهم، لان اثنيناتهم يعني يقدمن لي اشياء جميله واثنيناتهم احبهن. حسام الثاني راح احير، شو اقول؟ المطرب حسام فريد ولا الاعلامي حسام فريد؟ لا، الفنان الشامل. بالضبط. يعني انا ممثله مصريه، يقولوا لي الاعلاميه كريمان، يقولوا لي الفنانه كريمان. الاعلام هو انا صار لي 6 سنوات يعني بهذا المجال، تعودت علي من تقديم البرامج الى مراسل الى كل الاشياء اللي تخص الاعلام انا اشتغلتها، فظل مطبوع بداخلي ما اقدر اتركه، فهمت شلون؟ بعدين دخلت بهذه المرحله تجارب الاداء اللي هي ذا فويس، الغناء، صارت الشهره حلوه، العالم قامت تعرفني، يقولوا لي صوتك حلو كذا، لازم اسجل كليب وغيرها من الامور، فحبيت الاثنين، نقدر احنا نمزج بين الاثنين يعني. نقدر ممكن بمجال الاعلام نسوي برنامج يخص الغناء العراقي والتراثي وغيرها من الامور، بنفس الوقت يعني يعني هوايه من المطربين، هوايه من الرياضيين، هوايه من الفنانين من يقعدون بلقاء ممكن ما يمتلكون الثقافه العامه، لكن الاعلام خلاني اكتسب ثقافه بحيث من اقعد بلقاء ما مرتبك متعود على الكاميرا. منو الاصعب ومنو الاحلى، الاعلام ولا الغناء؟ الغناء طبعا اكيد احلى. سيبك بس من الكلام ده، انا عاوز اعرف عملت ايه في البرنامج مع شيرين، وانا عارفه شيرين كل سنه طيبه حبيبتي، يعني عملت ايه مع شيرين وكاظم وبحفظ الالقاب طبعا وصابر وعاصي، عملت ايه يعني اول طلعه كده، ايه اللي حصل؟ وكنت من ضمن اي فريق؟ انا كنت من ضمن الفريق كاظم الساهر بالبدايه. اول ما غنيت الموال لف لي يعني باول 10 ثواني نقدر نقول عاصي الحلاني، بس انا ما سيطرت على نفسي، من لف كاظم اخر شيء اختاريت يعني مو يعني احنا العراقيين او كل بلد متحيز البلد بصراحه،
فأنا يعني من دار الوطنية شدتني، أنا أصلا يعني حتى بالانترفيو باللقاءات كنت عاصي الحلاني، ومن العراق من طلعت لبنان أنا مصمم عاصي الحلاني خلص. أيه. من وصلت هناك لف لك هذا ونسار أبو جويد القيصر. الأستاذ كريم، أنت زي ما قلت في الأول إعلامي مخضرم، أنا ضيفة على الإعلام، بس أنا عاوزة وأنت بتقدم برنامج وضيف تقيل سياسي كاتب فنان وحصل موقف محرج وأنت كنت على الهواء، إيه التصرف؟ عملت إيه؟ إيه الموقف ده؟ يعني حضرتك؟ لحد هاللحظة ما يعني مش حضرتك؟ ما أتذكر أكو صار موقف يعني، والله ربما أكو جزء. أسألك أكو سؤال تاني هتتذكر. خليني أنا أسألك، أنت صار سنتين بالعراق تجين. آه. اتجيت هذه السنة الثانية مو؟ السنة الثانية. شنو الفرق السنتين؟ يعني السنة اللي راحت اجيتي، شنو الفرق هالسنة شفتي بالعراق؟ أنا السنة دي اختلفت. ها شلون يعني خلصت منها؟ يلا استجابي. السنة دي اختلفت لأني السنة دي في وطنية أكتر وانتصارات لقيتها وحماس أكتر، فده عجبني، روح الوطنية أعلى من السنة اللي فاتت. وهاي الناس اللي يعني أكو حرب الناس وأكو ناس حيوية عايشة يعني الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى. بقالها كتير أنت بتسحبني إن أنت اللي تسألني، بس هعديها. والناس زي ما هم، الطيبة والكرم والجمال. وهرجع أسألك سؤال والجمهور كله مركز معايا، ركزوا معايا. الإعلامي المتميز كريم، حبيت كم مرة في حياتك؟ ومراتك معنا هنا على المول، فضل جاوب. فضل جاوب حضرتك، فتحت على نفسك با مو فضل جاوب حضرتك. يعني أكيد أول شيء واحد يحب أمه وأبوه. لا 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 حبيت كم مرة حياتك؟ عمي ختمتها بمرتي. أيه. بعد ماكو وراها. قبلها 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 يا أستاذ كريم، حبيت كم مرة؟ الحب ده أحلى حاجة في الدنيا. أيه. وطبيعي إن إحنا بنعدي على مراحل. حبيت كم مرة في حياتك؟ والله اللي حبيتها اتزوجتها. والله جد اللي حبيتها جو. طب وقبليها ما كانش في مواعيد؟ ألو أنت فين؟ وحشتيني وبتاع و... شوية. كم مرة بقى؟ كم مرة بقى؟ مرتين. مرتين زين. يلا تحيي الصراحه الجميله دي، حب مرتين قبل المدام طبعا. اليوم راح افاتحنا اليوم. حسام ده يبتسم خايف لنساله هيك سؤال ما ادري. حسام ما عند ما عندهم حسام هوايه. انت ادري بيك متزوج، بس انا قصدي قبل الزواج. حسام قبل الزواج اصلا مريت بعلاقات خير الله. اها علاقات كلش هوايه. اكيد كلنا. وانا قلت ما اريد اسالك انت. لا كلش طبيعي. انا كلش يلا ما طول الانسان يمر بمرحله المراهقه اكيد يرتبط بناس، يتعلم من ناس. هاي العلاقات كلها كونت لي خبره على مود اختار الانسان اللي اريدها. بعدين من اختاريت هاي الانسان انتهى الموضوع. بص واحنا معانا خبره. طبعا معانا وش جميل، ومعانا مش وش جميل بس، كمان مثقفه. سلامين. وبدل ما نقول الكلام اللي هو بنشرب له كوبايه نشا او كاسه نشا يعني نبقى أيوة. كده واقول لحضرتك كذا كذا، انا اسالك مين فتى احلامك؟ ايه المواصفات؟ مواصفات يكون اهم شيء شخصيه وصاحب مسؤوليه وطيبه القلب، هاي اهم شيء. لو حبيتي انسان قوي وهو حبك قوي وقال لك سوزان لو احنا اتجوزنا ما تطلعيش على الكاميرات تاني وما تبقيش في اي مجال من ده، لا لا ما هو اول ما راح يجيني هيعرف سوزان منو، هيعرف هي منو. يا ستي الراجل بيغير شغل، مش عاوز الحمد بس لازم اكون موجود. هي الثقه، انا من حب انسان كل خطوه حمشيها. لو خيرك انسان ببالي وما راح اقدر اسوي. لو خيرك تشتغلي ولا نتجوز؟ عملي تحبي. عملي اهم شيء. ما ادري حسام رفعيده ما ادري اذا تقدم ليش ما ادري. انا مجرد حسام انا اشهد على عقد غير الصدق. ماكو هيك كلام. ايه الانسان اذا يحب انسان ممكن يقدم له كل الاشياء. الكاميرا شنو من تكون بالنسبه للحبيب؟ طبعا تقدر تطلع عن الغناء. هي طبعا هي. انا بسالها في عواطفها. ست مختلفه عن الراجل يا لا بس وقتنا انه المراه تكون ذات مسؤوليه بشغلها بعملها، مو يجي واحد يرفض عليها انه انت لا تشتغلين او لا تسوين هذا الشيء. هذا كان قديم. هسه المراه لها حريه باختيار عملها براحتها بجيتها، وذات انه تكون موجوده الثقه. ما تكون ثقة موجودة أكيد راح ما راح يخيرها بين العمل وبين هو نفسه. هذا الشيء قديم ما موجود شيء بحياتي. طيب أستاذ كريم، أستاذ كريم إحنا تقريبا كل الجالسين مو تقريبا بالفعل إحنا كل الجالسين بالبرنامج شخصيات عامة، فبالتالي أكو معجبات وأكو معجبين.
المتزوج اكيد اكو غيره بالموضوع. عبروها هاي السالفه. لا ماكو عبور يمك. انت كيف تتعامل مع المعجبات او بالبيت؟ بص هو بيسالك السؤال ده عشانه، عشان بصراحه عنده تعلم الطريقه وبعدين يقول مش عليه وليه دايما انا زنوعك انا في الموضوع ده. طيب علمني ما يخالف، شلون تتعامل مع المعجبات، الغيره بالبيت شلونك وياها؟ احكي لك شيء. احنا مو مثل حسام ومثلكم. احنا اللي يحبونا كلهم شاربين وكلهم يدورون سياسه وكلهم شياب وقله تشوف يعني يعني نساء اكو بس ما يرتبط بيك لشكلك او لصوتك، يرتبط بيك لادائك يعني اداء اللي انت تقدم، يريد منك معلومه. قصه الاعجابات هاي ما عندنا كلش. وعموما يعني زوجتي متاكده بالمناسبه، احنا 3 سنوات حب قبل الزواج. اي ف وراها يعني الحمد لله والشكر عندنا 2 أطفال الحمد لله حسين وعايشين بسعاده رحمه من رب العالمين. عاوزين بما انك انت مطرب في ذا فايس وانا هو كلنا بنقوله كده ذا فايس وكان انا قابلت السنه اللي فاتت ستار سعد وبرده نفس الحكايه كان مختار الفنان كاظم الساهر، فانا عاوز اسمع موال صح ولا لا؟ بما انه نتكلم عن الحب سمعنا موال من حسام للجمهور الجميل ده ونسمع. ابتلينا بدنيا غبرة وبخت مايل، ابتلينا بصحبة كذبة وعشق فاشل، ابتلينا بطيبة جابت بس مشاكل، قلب صافي جنة جاهل، عين صلفة ودمع سايل، دنيا تمشي بينا سرعة وماكو قلب صافي جنة جاهل، عين صلفة ودمع سايل، دنيا تمشي بينا سرعة وماكو نازل. حسام الله اكبر على صوتك، بس انت استفزتني اطلب منك انا اغنيه بحبها هنا في العراق. عربي ما الو ايه؟ لا مش عربيه، عراقيه برضه. اه اوكي مش هزنقك في عربي خالص، يعني في مصري يعني. اغنيه الفنان حاتم العراقي سما مغيمه. ايوه مغيمه وعليك الروح مطاره. ذكرتك والسما مغيمه ذكرتك والسما مغيمه وعليك الروح محتاره، مدري الدمع من العين، مدري الدنيا مطار. يسلم صوتك، يسلم صوتك. ندي جايزة دلوقتي. ندي جايزة، بس قبل ما ندي الجايزة نذكر بالسؤال بتاع الحلقة بتاعتنا بتاع الاس ام اس، وبعدين هطلع اديكوا جايزة وانا منتظرة مين هياخد الجايزة الكبيرة بتاعتنا ومين اللي هيسافر. اتشبيرة. ايوه اتشبيرة. يلا شنو السؤال الحلقة حضرتك؟ يا سؤال اي سؤال؟ انا هم ادي جايزة ولا ايه؟ سؤال حلقة اعزائنا المشاهدين اللي يأهلكم لدخول قرعة الجائزة الكبرى اللي راح تقدم نهاية شهر رمضان المبارك. سؤال حلقتنا يقول: متحف اللوفر من المتاحف العالمية الشهيرة، اين يقع هذا المتحف؟ في اي مدينة؟ هل يقع في لندن ام في باريس ام في برلين ام في روم؟ اختاروا الجواب الصحيح وبعثوا اس ام اس على ارقام الهواتف اللي تظهر لكم في الشاشه. زين العراق 37 58 وعاصية سيل 25 90. وما تنسوش السؤال بتاعنا على الفيسبوك وهو جايزته جايزه سفر لاوروبا شامله التاشيره والاقامه. حلو قوي عجبني كل شيء كل شيء من الاخير. يعني كل المصاريف عليك من الاخر، بس الجنطه والملابس عليكم وتروحون ترجعون. ثواني كده يا شباب، قول من الاخر كده، ما تقولش من الاخير، قول من الاخر. من الاخر ايوه كده. يلا نبدا ونشوف مين اللي هيربح معانا تاني. المره اللي فاتت اخترنا بنت
المرة دي نختار شاب. انت باباها؟ تعالى طيب، تعالى اتفضل، تعالى. لا 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 لا. اسم حضرتك ايه؟ علي فاضل. ثواني يا شباب. علي فاضل ابو حسوني. علي فاضل ابو حسوني. ابو حسوني. انت اسمك حسوني؟ حسوني. حسوني يعني ايه؟ يعني حسين. حسين. والله. طب اتفضل امسك كده المايك. يلا حسين. معانا ضيف، ركز بقى في السؤال. ركزوا بقى في السؤال ومحدش يغششوا عشان لو ما عرفش نشوف حد تاني. حلو ده؟ حلو ده. معانا اعلامي مميز وهو الاستاذ كريم. تعرفه طبعا. فبيقول لك الاستاذ كريم برنامج قدمه الاعلامي كريم حمادي من على قناه العراقيه. هل هو اسمه البرنامج حبر ازرق ولا صباح العراقيه ولا حبر ابيض، ثواني، ولا حبر ابيض ولا برنامج حماة الوطن؟ حبر ابيض. حبر ابيض. ايه رايكم انتوا؟ هو حبر ابيض. حبر استنى اتقل انت. حبر ابيض. ايوه اسمه صح. متاكد انت؟ متاكد. اوعى اكون غششت. لا لا لا. طب لو هو صح سقفه كده. طب لو هو غلط قولوا غلط ولا ايه؟ غلط صح. خلاص كسب معانا وربح معانا الجايزه بتاعتنا من انفينيتي الكترونيك. مبروك مبروك. واحنا بنستلم الجايزه نحتفل بانتصارات الفلوجه. الف مبروك. وبقول للعراق كلمه واحده بس، يا جبل ما يهزك ريح، يا جبل وانتوا جبل ما يهزكوا ريح ابدا. مبروك والف مبروك وتحيا العراق حره مستقله. واوعى تغير المحطه. فاصل وهنرجع لكم تاني. وتحيا العراق. عودة مجددا احبتي المشاهدين، ونذكركم بسؤال حلقة لأهلكم لدخول الجائزة الكبرى اللي راح تقدم نهاية شهر رمضان المبارك. سؤال حلقتنا يقول: متحف اللوفر، أين يقع هذا المتحف الشهير؟ هل يقع في لندن أم في باريس أم في روما أم في برلين؟ توصلوا إلى الإجابة الصحيحة وابعثوها بSMS على أرقام الهواتف الظاهرة أمامكم بالشاشة. زين العراق 37-58 وآسيا سل 25-90. والنهاردة المفاجأة معانا مع قصر الروان، سفرة للجمهور اللي موجودين معانا. يا ترى مين اللي هيطلع ويسافر مع قصر الروان؟ هل رجل أم امرأة؟ هنشوف ومتربصين جدا. ومعايا موهبة المرة دي. هم قالوا لي ان في موهبة بتقدم اتنين موهبتين وهو بريك دانس. انا اتفاجئت طبعا ان في حد عارف البريك دانس، بس حلو قوي لمدة دقيقتين. واما اشوف البريك دانس. بس انا عاوز اقول لكم حاجة، ان انا اصلا خريجة باليه كايرو اوبرا هاوس. فانا عاوز اشوف البريك دانس واشوف التخصص فيها عامل ازاي. هديكوا دقيقتين بس واشوف البريك دانس. اتفضلوا معايا. اتفضل اتفضل عشان وقت البرنامج حضرتك. اهلا بيك. هاي زيك. انت كنت طالع معانا بالبوب هوب كمان. تعرف البريك دانس؟ برضو هواية بس البريك دانس صعب. احنا قدها. انت قدها؟ طب وزع هو انت داخل يعني عركة بخمارة ومطوة ولا ايه؟ تخضتني. انت تعرف، انت متخصص ولا هاوي في البريك دانس؟ احنا بروفيشنال. بروفيشنال. ايوه. دارس ولا هاوي؟ لا لا لا، انا ام استاذ. يعني درست ومارست من انا وصغر. انت دارس؟ yeah. يعني مش هوايه بس. no, درست فين؟ انا درست على تركيا. تركيا. yeah. وكردستان. في كردستان. yeah. مارسنا وقف هنا يعني اكثر شيء. يعني انت بروفيشنال. yeah. قدامك دقيقتين واشوف. يلا اتفضل المسرح بتاعكم. بيش براي ماماني 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 pay me what you want it.
بيش بريما بيش بريما بيش بريما بيش بريما كل الشاش شاش شاش like that rap rap like that rap rap like that rap rap I call it shash 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 like that rap 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 bitch better have my money. جدا شكرا. وهنرجع لضيوفنا طبعا وهنسمع حته صغننه كده من حسام بمناسبه الانتصارات الحلوه والفرحه الحلوه اللي احنا فيها. اسمع حاجه وطنيه جميله كده. يلا حلاوة وطيب للياي كل من تمر له وي بابي حلاوة وطيب للياي كل من تمر له غايب نسمع كلامك يا عراق من تمرنا تميل البصرة كلها من تمرنا ولك شط العرب ياخذ تحية آخ أمان أمان. بعد شيء استاذ كريم، الاعلامي اللي يتخصص بالبرامج السياسيه يكون له نظره بسياسه البلد، ممكن يخمن، يستشرف المستقبل، يتوقع الامور سائره الى اين. اليوم احنا نعيش النصر باسترجاع الفلوجه، يعني رؤيتك للمستقبل كيف راح تكون؟ يعني الموصل ان شاء الله نتوقع تحريرها يكون قريب. يعني هي هذه القصه مو يعني ما بيها استنتاج ولا بيها توقع. الموصل متحررة، يعني المعلومات اللي يعني احكي لك معلومة ان شاء الله ان شاء الله قبل نهاية السنة الموصل متحررة. هذا امر ان شاء الله، يعني ان شاء الله وهنيجي واحتفل معاكم كمان على الاقل على الاقل. اذا ما متحررة فعلى الاقل عمليات كبيرة بادية بها. يعني الأسوأ يعني اذا حكينا استنتاج هنا الأسوأ ان شاء الله عبرنا، يعني في كل الحالات، يعني مسألة فيزيائية، صار انحدار في لحظة الانحدار وراء ارتفاع. الأسوأ إن شاء الله عبرناه، يعني خلاص بعد هذا راح تشوف الناس، راح تشوف يعني العراقيين إن شاء الله الله سبحانه وتعالى بتيسيره وبتوفيقه راح يشوفون الاختلاف اللي راح يصير بعد قصة الفلوجة. راح يصير تحول كبير جدا على المستوى الدولي، على المستوى الإقليمي، على يعني حتى في الداخل. هذه الخلافات السياسية راح تسير يعني برضا اصحاب الخلاف او بغير رضاهم. نعم. لازم تنحل، ستحل هذه، والامور سائره نحو الافضل ان شاء الله. المنطقه السوداء ان شاء الله عبرناها نحو منطقه اخرى اكثر جمالا اكيد. يعني استاذ كريم، ايوه انت حبيت عنهم يعني اتجوزت عن حب؟ ايوه روح وتعالي على يعني انت حاجه حلوه انك انا اتجوزت عن حب يا جماعه. قول يلا قول. كنا بنعمل مواعيد من ورا بابا وحاجات لطيفه كده. ايوه حقيقي يعني عمرو كان يقول لي بابا خد باله، اقول له لا ما خدش باله انا جايه. انت برضو كنت بتعمل مواعيد والحاجات بتاعتنا الحلوه دي؟ فين بقى في اي مكان بقى؟ يعني تتقابلوا فين؟ يعني اكيد مو بالزوره، اكيد مو بالزوره. حب الجواز عن حب بيدوم ولا بيقل ويخف مع ضغوط الحياه والاولاد والمسؤوليات؟ انا ضد هاي الفكره اطلاقا، مو صحيحه. الحب بعد الزواج يقل؟ لا لا لا، ماكو حاجه. اليته تتغير، يعني طريقه الحب تتغير. لما انت قبل الزواج يعني رؤيه حبيبتك هي
هي القصة الكبيرة. بعدين بعد الزواج يصير حبك يتغير إلى اتجاه آخر، حبك بطريقة أخرى نحو زوجتك، أطفالك، بيتك، كل هذه نتاج الحب الأساسي اللي أنت بديت به. الحب أبداً ما يروح، بالعكس. وإذا كانت امرأة متفهمة بالعكس يتضاعف وتصير حياة مختلفة. يعني أنا أشفق على اللي الزوج بلا حب، أقول خطية يعني. آبائنا وأهلنا يعني الزوجة صحيح طولت هي، بس يمكن طولت بالإجبار بالقوة، يعني ما عندهم حلول يعني. أيوة. بس يعني طيب نتحول من الحب إلى الجمال، إلى وصيفة ملكة جمال العراق سوزان سليماني. سوزان شو أسألك، أنت اليوم تمثلين الشباب؟ نعم. شباب العراق مو فقط الفتيات، الشباب بأكمل عامة، شريحة الشباب عامة، نعم. ولد أو بنات، برأيك اليوم شباب العراق شو يحتاج؟ شباب العراق اليوم يحتاج دعم من الأهل والأصدقاء. نعم. أهم شيء كل خطوة أنه الإنسان يخطيها يحتاج دعم الأب الأم الصديق حافز إليه، بدونهم ما راح يقدر يستمر، خاصة المقربين إليه. نعم. حيوصل الشيء اللي يريده. خلي الأهل اليوم، طبعا أكو بعض الشباب اللي أنا أعرفهم عندهم مواهب. نعم. وكلش حلوة، الأهل يضطرون أنهم يقولون لهم لا لا تروحون، لا تخلون الموهبة العالم يشوفها. بالعكس هاي موهبة الإنسان، يمكن المجتمع مستقبلا حيبني عليها هاي المواهب، يقدر تتطورون من حياة المجتمع، خاصة العراق ترى بيه مواهب عظيمة. فانتوا لا تظلون خانسين، طلعوا مواهبكم، روحوا اشتغلوا، سووا، دوروا عن الشيء اللي انتوا تريدوا. كل انسان حلمه يوصل اللي هو يريده. هذا الشباب، الشاب العراقي او الشاب العراقيه اللي لازم تكون عليه. وهسه فرصه جيده لاختيار او اختبار مواهبكم باختيار الاجابه الصحيحه على اسئله تطرحها كريمان. خلينا نشوف قدرتكم وموهبتكم على استنتاج الجواب الصحيح أو معلوماتكم العامة كيف هي. طبعا خليني أذكر بسؤال الحلقة قبل ما تبدأ كريمان بأسئلتها وتوزيع جوائزها. سؤالنا لهذه الحلقة يقول أحبة المشاهدين، متحف اللوفر أين يقع؟ هل يقع في لندن أم في باريس أم في روما أم في برلين؟ توصلوا إلى الإجابة الصحيحة وابعثوها على الهواتف الظاهرة على الشاشة بشكل SMS. طبعا زين العراق 37-58 وآسيا سيال 25-90. ودلوقتي معانا جايزة للرومانسية، بما اننا قلنا الحب وكان بيتقابل فين وانا كنت بتقابل فين، حاجة مسخرة مسخرة، ده انا كنت بعمل عمايل يا راجل. يلا مين المرة دي نهدى شباب، نهدى شباب المرة دي للعوائل، عشان احنا بنتكلم عن رومانسية. مين اللي عاوز يطلع معانا من راجل ومراته؟ فين؟ يلا بسرعة، تعالى بسرعة المايك. بس أنا ما عرفتش أستاذ كريم كان بيتقابل فين، صح؟ صح يا أستاذ كريم؟ ما عرفتش أنت كنت بتدي المواعيد فين، بعيد عن الزوراء. أي مكان؟ زي ما قلت لكم الحلقة بتاعتنا كل يوم بنسميها اسم، والنهاردة حلقة الفرحة، فرحة الانتصار ورجوع الفلوجة، وإن شاء الله باقي العراق إن شاء الله. وأما نشوف العائلة إيه أخبارهم في الحب والجواز، هل كان عن حب؟ شكله كان عن حب، شكله كان عن حب. اسمك إيه؟ كرار. ليه ده شباب بعد إذنكم؟ كرار اسمي. كرار؟ إيه. وحضرتك؟ مريم. مريم اتجوزت عن حب ولا لا؟ ايه عن حب؟ ايه. طيب اسألكوا سؤال امسكي. بص يا مريم، انا عندي انواع من الاسئلة، نهدى شباب لو سمحتوا عشان نسمع بعض. عندي نوعين من الاسئلة، نوع الاسئلة في المعلومات العامة، وسؤال تاني في يعني سؤال ستات. انت الاقرب لك ايه؟ ستات. ايه. حابة يعني ليكي في المطبخ؟ والله ليكي في المطبخ كويس؟ نسأل في المطبخ؟ عندكم خبرة؟ في المطبخ حلو؟ تمام. أنا بسوي لكم ضلمة. طيب بمناسبة رمضان، بمناسبة رمضان والأكلات الحلوة في رمضان، عندنا أكلة في مصر حلوة، أكلة حلوة في مصر
انا ما اعرفش عندكم بيسموها ايه، بس انت هتقولي لي الاجابه بتاعتها. هي عجينه مدوره كده، تمام، نص مستويه، نحط فيها مكسرات ونطبقها ونقليها في الزيت ونحطها في العسل. كليتشه. ايه كليتشه؟ لا مش كليتشه. ها في العسل. ثواني، انتوا بتلخبطوها. بتبوفة تصدق مش بتبوفة خالص. ايه هو قالها لك صح؟ طيب هو قالها لك صح. هي فعلا طيب صح. عندنا العجينه وفيها حشو وبتتحط في العسل، هي فعلا القطايف. نحييهم، برافو عليكم، برافو عليكم. الاكله دي مش كتير معروفه، وبرافو عليك ان انت عرفتها. وهنقدم لهم لا وجبه سحور، لا يا وجبه فطور، بس انا برد بالصعيدي. قولي له بما انكم متجوزين عن حب، قولي له بحبك. يلا بسرعه. يلا بسرعه، يلا بحبك في المايه. احبك. الله، قول لها بحبك كده بس بالعراقي. اموت عليك. مبروك. هيحطوا لكم شمعه في البتنجان وتقعدوا في الرومانسيه وتسبلوا لبعض وتفطروا مع بعض. شكرا، ميرسي. طب ما فهمتش عليا انا بقول ايه اصلا. الحمد لله. الحمد لله. دلوقتي معانا سؤال كسر الروان. والصفرة. انت عاوز تسافر معانا؟ يلا تعالى. يلا بسرعة. ألف مبروك لكل العراقيين، وسابة كبيرة أوي لتحرير الفلوجة. طب أنا عاوز أسمع زغروطة عراقية. الله أكبر عليكم، يا رب دايما في الأفراح. وأنا كل مرة أنسى وأقول أنا مبسوطة، أنا عارفة إنه مبسوطة يعني مضروبة. أعمل إيه طيب؟ أنا لما أقول مبسوطة يعني فرحانة يعني. أنا بتبوفي. فين الأستاذ؟ أسرع لو سمحت. دخلوه الأول وبعدين بخرجوا أنتوا. أهلا بحضرتك، اتفضل. يا رب تبقى سعيد الحظ معانا وتكسب من كسر الروان صفرة. اهلا بحضرتك. سهلا. ازاي حضرتك؟ اخبارك؟ اهلا وسهلا. شلونك؟ الحمد لله بخير يا رب دايما. اسمك ايه؟ حيدر. حيدر بتشتغل ايه؟ مهندس بوزارة النفط. مهندس. انا رشقت في الاختيار. يلا السؤال لو سمحتوا، عشان لو ما عرفوش هنطلع حد تاني. السؤال هو: من هو مؤلف كتاب حماري؟ قال لي: هل هو نجيب محفوظ ولا توفيق الحكيم ولا حسين مردان ولا عباس محمود العقاد؟ الإجابة هي، هقول تاني: من هو مؤلف كتاب حماري؟ قال لي جحا. أنا مرتش هيختار في جحا. حماري قال لي: هل هو نجيب محفوظ ولا توفيق الحكيم ولا حسين مرداني ولا عباس العقاد؟ توفيق الحكيم. يعني ثواني بس، انا بقول اختيارات ونتع قلبي وانت جحا. انا جبت سيري جحا خالص. ايه توفيق الحكيم. ايه توفيق الحكيم. ها متأكد؟ ان شاء الله. ان شاء الله. متأكد؟ ان شاء الله. متأكد؟ ها قول انتوا. غلط. لا ان شاء الله صح. هيسافر معانا. صح. وحيوه، والف مبروك السفرة. الف مبروك.
الكارت تحت اهو. الف مبروك السفرة معاه مع استاذ همام. يلا يلا كلنا وبأعلى وبقوة نحيي بحيي حذاء كل جندي ضحى من اجل استقرار بلد عربية. بحيي بجد تحية للجيوش العربية بجد، وستسمحكم كمان احيي جيش بلدي جيش الشعب المصري، يعني الف تحية لي من القلب. هنحيي الجيش العراقي والحشد الشعبي، ويلا نسمع اغنية وطنية. ألف مبروك. وإحنا بنقول، أقول كلمة صغيرة في ثانية قبل ما أخرج فاصل، اللي الفزاعة بتاعة الإرهابيين لما بيمسكوا حد ويقولوا له الله أكبر وفاكرين إن هو ده الدين، لأ، إحنا جيوشتنا العربية منتصرة بقوة الله أكبر. الله أكبر بجد. الله اكبر الله اكبر. اوعى تغير المحطة، تعال افرح معانا في مول المنصور. اوعى تغير المحطة، فاصل ونرجع لكم تاني. ويا كل فاصل اعزائنا المشاهدين، من بعد عوده حتى نذكركم بسؤال حلقتنا لهذا اليوم اللي يدخلكم لقرعه الجائزه الكبرى اللي راح توزع شهر نهايه شهر رمضان المبارك. بالتأكيد سؤالنا لهذه الحلقة يقول: أين يقع متحف اللوفر؟ هل يقع في لندن أم في باريس أم في روما أم في برلين؟ الإجابة الصحيحة ترسلوها على شكل SMS على أرقام الهواتف الظاهرة أمامكم على الشاشة. كريمان معنا أيضا جمهورنا هنا، أنا ممكن أن يشارك. أنا قلبي مش عارف يثبت من كتر الفرحة الجمهور بالانتصار. أنا لو جيتوا شفتوا الجمهور قد إيه جميل، والستات من كتر الأغاني الوطنية بعملة بتبكي والدموع فعزاني قوي اللحظات دي. فهرجع للحلقة تاني وابعد على المشعر شوية وأقول زين العراق 37 58 وآسيا سيل 25 90. شهر فضيل وشهر كريم، ومعانا جايزة سبيشيال مخصوصة لأستاذ كريم نورتنا، وانت فوق دماغنا، وانفينيتي بتقدم لك جايزة مخصوص ليك. وبنقول لك كلنا ان تعب الجيش العراقي والحشد للي زيك، انت فوق دماغنا كلنا، وربنا يديك الصحة. وهندي لك هدية صغيرة بتعبر عن حبنا ليك واحترامنا ليك، ونحييه يا جماعة كلنا نحييك. وانت جيت في وقت كلنا فرحانين وكلنا بنعيط وبنبكي على فرحة انتصار وحاجة حلوة ورجوع الفلوجة. والمدى كمان، المدى كمان يشرفها انها كمان هتديك هدية. اوعى تفتكر الكرسي ده دي اعاقة، الاعاقة اعاقة العقل الناس اللي ما عندهمش وطنية، لكن اللي زيك تتشال فوق الدماغ، صح ولا لا؟ افرحوا بيه جدا، والف مبروك. انفينيتي هتقدم لك جايزه، وقناه المدى هتقدم لك جايزه. الف مبروك، ومش هطول،
عشان انا هبتدي اعيط دلوقتي وارجع للضيوف معانا دلوقتي. يلا يا حيدر. بالتاكيد نرجع مع ضيوفنا. وسؤالي الان الى استاذ كريم حمادي. استاذ كريم، اغلب الاعلاميين اللي لاحظهم مزاجيين، انت مزاجي بطبعك يعني بفعل ضغوطات العمل وظروف اخرى؟ لا يعني حتى اذا كان في بدايه الواحد بدايه حياته يمكن انت تعرف حضرتك وكريمان انه في بدايه حياتك ممكن ما تقدر تتفاعل مع الضغوطات اللي تصير مسؤولك بالعمل، ممكن يؤذيك يتعبك يزعجك، لكنه بمرور الزمن صار عندك جلاده على العمل، تتوقع كل شيء وتتحمل كل شيء. طيب استاذ كريم، الاعلام شخذ من عندك كريم حمادي شخذ من الاعلام؟ يعني اخذ صحتي، اخذ وقتي، اخذ جهد من عندي، هذا اخذ مخاطر، يعني مخاطر هوايه يعني باستمرار. طالما انت تشتغل وتسوي برامج ضد الارهاب ضد كذا، تهديدات باستمرار، هذه هواي اشياء. وبالمقابل انطاك هاي حب الناس، الشهره، الكذا، يعني هذه هم اشياء ايجابيه جيده، يعني انه يعني بيها اكيد هيك وبيها هيك. اكيد استاذ كريم، مثل الحياه. استاذ كريم، ايش انت بتقلق مني ليه؟ ايش الشخصيه اللي تمنيت ان انت تحاورها ولسه ما حاورتهاش لغايه دلوقتي؟ يعني هو كان دائما انا اقول كل شخصيه هي يعني هي سيد سيستان، يعني دائما في بالي، طبعا مو لانه مرجعيه ولا لانه رجل دين، بس لانه يعني رجل حافظ على بلد في لحظه معينه، وفي لحظات كان البلد على كف عفريت، كان يتدخل في اماكن واوقات استثنائيه. يعني طبعا هذا يعني امنيه ما تتحقق، انا يعني اعرف هو الرجل يعني الله يحفظه قليل، يعني قل ما يطلع حتى صور فوتوغرافيه، لقاء تلفزيوني مستحيله يعني، فكانت امنيه، بس هاي امنيه مستحيله انا حاطها في بالي. ولا كل السياسيين كلهم سوت لهم لقاءات، ما بقى سياسي بالعراق ما سوت لهم لقاءات، وكل السياسيين والمسؤولين العالميين اللي جو العراق ايضا سوت لهم لقاءات، ما كلش يعني، بس اكو قلت لك شخصيه السيد السيستاني امنيتي اسوي لقاء، بس هو ما راح يصير، هذا امنيه تتحقق. حسام، جوزت عن حب ولا لا؟ طبعا طبعا جوزت عن حب اكيد. وانت قلت انا حبيت هوايه كتير يعني. لا مو حبيت، ارتباط بدون حب. الهوايه ده بدون حب يعني تروح تخطب وتفشكي ما حبيتش تخلق؟ لا بدون خطوبه يعني. بدون خطوبه رسميات يعني؟ ما فيش رسميات كمان. طيب الحب بيبقى بعد الجواز بالنسبه لك، يعني قبل الجواز وبعد الجواز، ولا الجواز العائلي التقليدي، العقل، الحكمه، الحاجات اللطيفه دي؟ لا هو الحب يعني كل ما نتقدم بالعمر كل ما يكبر ويانا. يعني احنا بدينا خلال 3 سنوات ونص حب، بعدين من تزوجت الحب اختلف، صار عائلة، حب كبر، صار شجرة مثمرة. قمنا نتصرف بحكمة، صرنا أصحاب مسؤولية. كثير من الناس تقول انه بعد الزواج حتى إذا كان حب يكون خصام ومشاكل وكذا، لا. طبعا اكو علاقات، انا لقيت حل لهذا الموضوع. هو الحب عباره عن عماره، اذا كان اساسها قوي يستمر هذا الحب طبعا، واذا كان اساس يعني مو قوي راح توقع هاي العماره. فكل الشباب او مو كلها، الاغلبيه بالبدايه يبدون انه انا اريد اضحك على هاي البنيه او اقضي وقت، فبالبدايه ما ده للعلاقات اللي قبل الجواز. أنا يعني انا عاوز اسالك سؤال مهم، مراتك وانت المفروض قبل ما تتجوزها عندك حلم فتاة الاحلام، ايه نسبة قد ايه مراتك حققت فتاة الاحلام اللي انت كنت بتتمناها؟ اكيد 100%. يا راجل طبعا حلو ده. طيب خلينا نسأل سوزان. سوزان، حققتي حلمك بأن تكونين وصيفة أو تشاركين بملكة جمال العراق، والحمد لله حصلتي على لقب الوصيفة. حلم لحد الآن ما تحقق، شنو هو؟ أني كان عندي حلم قبل الوصيفة إنه أني حالياً كأشتغل كوافيرة. نعم. هذا حلم كان إنه هو وراثي، كنت من أني وصغيرة أتمنى يكون هذا الشيء عندي. بابا وماما حققوا لي هذا الشيء. حالي في مكان صغير أشتغل بيه صار 3 سنوات، يعني كهيئتي وهاي كلها أني. نعم. بس حلمي إنه أكون في يوم من الأيام يكون عندي مركز تجميل خاص للنساء، اللي يكون مصروفها قليل ما تقدر تجمل نفسها، تقدر تجي لهذا المركز بها مساعدات، نجملها، مو شرط انه هي ما حلوه، لا بالعكس المراه العراقيه
او المراه باي مكان كانت لا لا العراقيه لا المراه العراقيه زي القمر انا عارفه انا جيت وشفت بصراحه كل ما كان مراه حلوه بس تحتاج تغيير تجميل الوصيفه كان صح انه اني اشتركت بها بس هو مو كان حلم انه اني اشتركت بها مسابقه حضاريه للعراق فزت اذا كان الي او للجامعات اللي كانوا يعني متسابقات ويانا ما كان انه انا كنت اتمنى بس الي بالعكس اي واحد راح يفوز اتمنى له الخير بس من فزت اني كان حلو لان هذا الشيء الطريق حيوصل واقدر اقدم بعد اكثر بيه من خلاله انا بتمنى لك طبعا ان انت كمان تفوزي بمسابقه ملك الجمال العرب ورئيسه المهرجان حنان نصر حبيبتي كل سنه وانت طيبه يا حنون ست جميله وحلوه وعاوزه اقول لك بقى مش حلو الحب قبل الجواز والمواعيد وال هتعملي ده ولا لا؟ انا الصراحه ولا اول ما تحبي تقول تعالى كلم بابا على طول لا اني طب انا هسال سؤال للمقدم الاعلامي حيدر اتجوزت عن حب ولا جواز تقليد؟ هسه يقول ايه؟ عن حب؟ كنت بتتقابلوا فين؟ نادي الفروسيه نادي الفروسيه الله عايزين عرفته يلا هنقوم على الجوائز الباقيه وارجع اشوف هي كانت هتتقابل فين عشان اجي اغلس يلا عندي جايزه للعوائل والقرعه مع السابلت قيمته $1200 مقدم من انفينيتي الكترونيك وضمان مدى الحياه فين العائله العائله الو مراتك فين انت سربت مراتك فين ايه جوه فين ايه لا موجوده فين طب ما تنادلها مراتك ما تطلعش طب تعالى هنا بس اسالك سؤال مراتك ما تطلعش ليه عندنا تقاليد ايه تقاليد مراتك ما تطلعش تحياتنا لمراتك بس انا عاوز اقول لك على حاجه مع احترامي انا احترم طبعا تقاليد كل انسان ولكن مش الكاميرا اللي هتخدش حياة حد تمام واحنا فنانين اعلاميين ولاد ناس جدا ومتجوزين ناس محترمه قوي واحنا دايما قدام الكاميرا وجهه مشرفه لاي بلد بننتمي ليها صح ولا لا هسالك السؤال واحترم العوايد بتاعتك واتعرف على اسمك الاول محمد صباح ايه بتشتغل ايه بشتغل محل ماجنات بتشتغل محل ماجنات ايه دي محل ماجنات طب اتجوزت عن حب ايه؟ بما ان انت تعالى جنبي اتجوزت عن حب ولا تقاليد لا حب ولسه بتحبها لغايه دلوقتي اكيد طب قول لها بحبك كده احبك يعني بحبك لسه بتحبها يعني اكيد طب انا السؤال بتاعي ده سؤال ستاتي اساله لك وهتعرفه بزنه انا يعني جامد قوي لا اسالك سؤال ان جنرال في اغنيه جميله انا كل ما اسمعها لازم ابكي اعيط يعني بالمصري وهي اغنيه لاني انا امي رحمه الله عليها يعني ما اقدرش اعوض تراب رجليها ربنا يخلي لكم امهاتكم واقول لكم كلمه واحده الام لو راحت مفيش مخلوق يعوض الام بجد فتحيتنا لكل ام واغنيه ست الحبايب مين اللي كان بيغنيها بس اغنيه ست الحبايب يا حبيبه بتتغنى اغنيه بتتغنى في عيد الام عندنا يوم 21 مارس بتقول ست الحبايب يا حبيبه زمان سهرتي وتعبتي ولسه لدلوقتي بتسهري وتتعبي انام وتسهري وتباتي تفكري وتصحي من الاذان وتقومي تشقري مين اللي غنى الاغنيه دي فايد. فايز احمد استاذ انا بطلب من المخرج ما تنكدش عليا لاني هعيط لكم والمكياج هيسيح مش عارف اكمل البرنامج خالص فايز احمد ايه الاخبار ولا مظبوط حبيبتي انت ست الكل هيو تحياتي للمدام طب انت رايح فين يا ريس رايح فين مش تسلم الجايزه بتاعتك لا الجايزه بتاعتك عندي انا هتتسحر انت ومراتك النهارده في جالاكسي
شيف و و واول لا 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 وجبه فطور وجبه فطور في كريستال باتشر يعني. واول ما الاذان يبدا وتفطروا قول لها احبك اتفضل. اما الان اما الان فجاء وقت الكره. القرى يا عم العم لو سمحت لو سمحت طلع لي البنت دي. ايوه طلعها لي. تعالي يا حبيبتي تعالي تعالي تعالي. ايوه البنت دي تعالي. هنهدى يا شباب اذا بتريدوا باللبناني اهو. هنهدى يا شباب. فين الكروت؟ فين الكروت؟ الكروت اللي استلمتوها فين؟ الكوبونات نت الكوبونات. اسمك ايه يا نور عيني؟ حوراء. حوراء في سنه كام؟ خامس. بصي يا بصي يا حوراء انت هتقلبي قوي يعني هتخربطيهم. اسمعيني هتخربطيهم وهتطلعي لي رقم وتدهوني. طلعوا البطايق طلعوا البطايق. يلا قلبي في قلبي كويس. قلبي 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 انا معاكي. قلبي براحتك ما تركيش دعوه ما تقلقيش. قلبي قلبي بسم الله الرحمن الرحيم. اما اشوف حوراء وشها حلو على مين؟ 90. فين ال 90؟ مفيش. وانت بتاع جوحة يا راجل قتلتني النهارده انت. الرقم فين الرقم؟ خش معايا. لا ما يشوفوها. استنى وانا هحط الرقم دلوقتي. رقم 104 104 104. مين 104؟ لا اكو لا اكو لا اكو 104. احنا ما بنلعبش. فين 104؟ لف من ورا لف من ورا لف من ورا لف من ورا. ميرسي يا حوراء. ميرسي يا حبيبتي. هو ينزلوكي. صدار انت عضو انفينيتي. هسألك سؤال لطيف جدا. وانتوا منتدبين عن الشركة شايف الاحساس وانتوا بتقدموا الجوائز ورمضان والفرحة الحلوة؟ قول لهم حاجة تميز انفينيتي. وايه الحاجة الحلوة اللي بتميزكم في كلمة واحدة بس؟ اولا ان شاء الله يا رب دوم الفرحة عليكم على الشعب العراقي. تعال اتفضل. ان شاء الله يا ربي كلكم راح تفوزون بجوائزنا اليومية لمقدمة من شركة انفينيتي والاسبوعية اللي هي سبلت كانتوري. وان شاء الله يا ربي الفرحة لكم كلكم. الشركة مخصصة بالجوائز الكهربائية جميعا. شركتنا تهتم راحتكم لانها شركة يابانية بحتة. ان شاء الله يا ربي راحتكم جميعا. شكراً. شركتنا. شكرا شكرا جزيلا. شكرا. اسم حضرتك ايه؟ تعالى. انور ابراهيم. ايه؟ انور ابراهيم. انور ابراهيم سنة كام؟ 19. 19 في سنة 19؟ ايه؟ والله في اوكي. مبروك ربحت معانا الجائزة الكبرى. مبروك اتفضل. شكرا. هنرجع لضيوفنا تاني. أعزائي المشاهدين بالتأكيد نشكر ضيوفنا اللي حضروا معانا اليوم وحلوا الأمسية بوجودهم. نشكر أستاذنا الرائع الإعلامي الكبير الأستاذ كريم حمادي. شكرا لحضورك اليوم. شكرا جزيلا. ونشكر أيضا أعزائنا المشاهدين فناننا المبدع ومطربنا اللي نتمنى له مستقبل زاهر ويرفع اسم العراق بالأوساط العربية حسام فريد. شكرا لك. ونشكر أيضا وصيفة ملكة جمال العراق اللي راح تحمل اسم العراق بمسابقة ملكة جمال العرب سوزان السليماني. شكرا جزيلا لحضوركم اليوم معنا. نورتونا وشرفتونا. وانا ما عنديش وقت وبختم بسرعه بختم بسرعه بس اديني فرصه ثانيه. كل واحد فيكم يقول كلمه واحده للجمهور العراقي الجمهور اللي كان معانا. كلمه واحده بسرعه. نقولها نقولها دائما جبل وما يهزك ريح يا عراق. هايل. وحضرتك الله يحفظكم يا رب. حضرتك عاش العراق طبعا.
وبالكلمات الجميلة دي هنختم برنامجنا اليوم. كل سنة وانتوا طيبين. حلو يا حلو، مجانا يا مجانا. وأنا فرحانة جدا بالانتصارات الجميلة مع الرعاة، ومعانا قناة متميزة جدا، قناة بتقدم برامج جماهيرية. واوعوا تنسوا تبعتوا لنا الحلول على صفحة الفيسبوك بتاعة المدى. كل سنة وانتوا طيبين. حلو يا حلو. بنشكر الرعاة معانا كسر الروان، وبنشكر انفينيتي الكترونيك للأجهزة اليابانية بضمان مدى الحياة. بنشكر شركة فراس دي جي للأصوات، للإنارة الصوتيات والإنارة الليزرية، مول المنصور وأمن المنصور والأستاذ سماح، وزارة الثقافة وركن الخليج وأميرة الخليج. وكمل يا حيدر، قلبي هيقف. نشكر أحلى جمهور حضر معنا اليوم، وباشر ننتظركم الساعة 10 مول المنصور. تصبحون على خير. معنا جوائز كل يوم. باتشي اشرب لحظة البار، كل شي بيني وبينك والله.